الكلمة هذه كان عنوانها الحلم، لكن ما ينجم يحلم كان يبقى على قيد الحياة. أما اللي توفاه الأجل فإن حلمه يولي مسؤولية الآخرين، ومن باب المسؤولية غيرت فيها. نهار الجمعة الماضية توفي ناجح زكري وهو مواطن من صفاقس، وكيما برشا مواطنين في هذه المدينة اتصاب بالمرض الخبيث عافانا وعافاكم الله. ناجح زكري كان كتب تدوينة في شهر جويلية كي عرف روحه مريض وقال فيها: أشكر كل الفاسدين والمجرمين المدافعين عن الشعب، ربما نحن راحلون أما أنتم ستصيبكم اللعنة إلى يوم الدين. هذا ما كتبه ناجح زكري. الله يرحم ناجح والكل اللي توفاه بمرض السرطان. الجمعة الفايتة زارني شاب من معارفي وتو طبيب في فرنسا، وقد ما فرحت لهيك الشاب اللي قرأ في صفاقس وبعد ما هاجر ولقى قدره البرة، بقدر ما حزنت وتحسرت على بلادنا اللي قاعدة تخسر في رأس مالها. الطبيب هذا مختص في الجراحة التجميلية في أكبر المراكز المختصة في أمراض السرطان في تولوز في فرنسا. المركز هذا هو في الحقيقة قطب طبي، كي نقول قطب على خاطر فيه كل شيء، من العمليات الجراحية للبحث العلمي إلى العلوم الصيدلية إلى صناعة الأدوية إلى التكوين، وبكلها في علاقة مع هذا المرض الخبيث. والقطب هذا هو شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. والحكاية هذه مش باش نحكي فيها على هجرة الأدمغة التونسية، بل حاجة أخرى. القطب هذا موجود على مساحة متاع 100 هكتارات، خذا بقعة أحدى أكبر الشركات اللي كانت تنتج في المواد الكيميائية واللي اسمها أزدف. وعام 2001 وقع انفجار كبير في هذا المعمل وماتوا تقريبا 30 واحد وجرحوا 2500. وقتها تم اتخاذ قرار بتسكيره لأنه يقع في قلب البلاد. ثم نايف البرلمان الأوروبي قال لهم: عندي حلم نحب نحققه، علاش ما نحولش المنطقة هذه من إنتاج الكيمياء القاتلة إلى كيمياء إلى إنتاج الكيمياء المنقذة، دو لا شيمي كي تو على شيمي كي سوف. المشروع هذا بدأ سنة 2009 وتوى أصبح من أكبر الأقطاب المختصة في أمراض السرطان، والناس اللي تخدم فيه 4 أو 5 مرات قد الخدام اللي كانوا في المعمل. كسمات الحكاية هذه تسألت علاش في بر تونس كيما يقولوا نقطة الأحلام. وقت حلمنا بتحويل منطقة السياب إلى قطب صناعات نظيفة قالوا لنا تخلوذوا، واش مش نعملوا في الخدامة والاقتصاد و و و و صفاقس قادرة بولادها باش تحول الساحل الجنوبي من حالته الكارثية إلى قوة اقتصادية. وفي الحقيقة أن تونس عندها سنين هما مش خلينها تحلم. أما عطيني شكون يفهمك وشكون يعاونك على رفعان العطايل وما أكثرهم. أحلموا تصحوا، عاشت تونس الحالمة.